هذا والتقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة الأوغندية كامبالا مع سعادة السيد موليمبا جون وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية أوغندا وقد اعرب وزير الخارجيه لوزير جمهوريه اوغندا عن الشكر والتقدير على كرم الضيافه وحسن الاستقبال والترتيبات المتميزه والتحضيرات التي اعدتها الحكومه الاوغنديه لاستضافه القمه متمنيا التوفيق والنجاح لاعمالها وتم خلال اللقاء بحث اوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات التي من شانها خدمه المصالح المشتركه